السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، ألا وهو حق المسلم على أخيه المسلم. هيا بنا كي نقرأ ونحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. سأقرأ الحديث مرة أخرى، وأرجو منكم جميعا أن تنتبهوا لقراءتي. وليعلم جميع أبنائي أن هذا الحديث أنتم مطالبون بحفظه حفظا جيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. ننتقل وإياكم إلى جزئية أخرى، ألا وهي معاني المفردات والتراكيب. فما معنى وما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض؟ عيادة المريض أي زيارته. ومعنى اتباع الجنائز أي المشي مع الجنازة. والمراد بإجابة الدعوة تلبية الدعوة إلى طعام أو وليمة عرس، على النحو الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله. والمراد بتشميت العاطس أن يقول له: يرحمك الله. شريطة أن يقول العاطس: الحمد لله. فإذا قال العاطس الحمد لله، فينبغي على من سمعه وهو يحمد الله أن يشمته، فيقول له: يرحمك الله. ويجيب العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. روى الحديث سيدنا أبو هريرة. أبو هريرة هذه كنيته. أما اسمه فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، والدوسي نسبة إلى قبيلة دوس اليمنية. أسلم رضي الله عنه أرضاه في بلده اليمن، ثم هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 7 من الهجرة. كان رضي الله عنه أرضاه من أكثر الصحابة حفظاً ورواية للحديث. إذن لو سألنا من أكثر الصحابة حفظاً ورواية للحديث، نقول ونحن متأكدون سيدنا أبو هريرة الذي اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ولماذا صار سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي
أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث صار كذلك بسبب ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ملازما ملازمة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي كان قد دعا له، إذن هناك سببان جعل سيدنا أبا هريرة أكثر الصحابة حفظا، أول سبب ملازمته للنبي، السبب الثاني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا الصحابي الجليل كيف كانت عبادته؟ كان رضي الله عنه وأرضاه يجزئ الليل 3 أجزاء، جزء لقراءة القرآن، وجزء ينام فيه، وجزء يتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجتهد، صحابي مجتهد رضي الله عنه وأرضاه، حافظ على وقته الذي ظل فيه مع النبي رغم قصر هذا الوقت الذي يقارب 3 سنوات فقط أو يزيد قليلا، وينجز إنجازا عظيما يتفوق به على أكابر الصحابة في مجال الحديث حفظا ورواية. متى توفي رضي الله عنه وأرضاه؟ توفي 59 للهجرة، ودفن رضي الله عنه وأرضاه بالبقيع. والبقيع هذا هي مدافن المسلمين والصحابة، وتوجد قريبا من المسجد النبوي بالمدينة المنورة. في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين واجبات المسلم نحو أخيه المسلم. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذه الواجبات حتى تتحقق الأخوة الإسلامية بين المسلمين؟ أولى هذه الواجبات هي رد السلام. رد السلام، إذا سلم عليك أخوك فينبغي عليك أن ترد عليه السلام، فالسلام هو تحية الإسلام. ومن حق المسلم على أخيه المسلم، من حق المسلم أن يسلم على أخيه وأن يرد الطرف الآخر السلام إذا لقيه، أن يسلم عليه. والصيغة تعلمونها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليه أخوه ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أبنائي وبناتي يجلب المودة والألفة والمحبة، ولو جربتم أن تلقوا السلام وأن تردوا السلام على من سلم عليكم ستعلمون جيدا أن السلام يأتي بالمودة والألفة والمحبة. ينبغي علينا ألا نهمل تحية الإسلام، ينبغي علينا ألا نستعمل غيرها من الأقوال التي انتشرت بين المسلمين. وللأسف الشديد نحن مسلمون، فلتكن تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله، وليكن ردنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي على المسلم أن يحافظ على هويته الإسلامية ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. طيب، من آداب السلام، انظروا إلى هذا الحديث الذي يأتينا أيضا عن أعظم الصحابة رواية وأكبر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
سيدنا أبو هريرة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه الآداب وينبغي علينا أن نطبقها في حياتنا، يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري ومسلم. الراكب يبدأ بالسلام على الماشي، والماشي يلقي السلام على القاعد، والقليل يلقي السلام على الكثير، وهكذا آداب ما أحرانا أن نتبعها. عن أبي هريرة أيضا، انظروا إلى هذا الصحابي الجليل يظهر دائما في كتب السنة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فقال هذا الرجل: السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. احسبوا معي واجمعوا معي، إذا قلت السلام عليكم فقط تفوز بعشر حسنات. ثم مر رجل آخر فألقى السلام وزاد فيه، فماذا قال؟ السلام عليكم ورحمة الله، زاد ورحمة الله. فما جزاؤه وكم عدد حسناته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 20 حسنة. ثم مر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال صلى الله عليه وسلم: 30 حسنة. نفهم من ذلك أنك لو قلت صيغة السلام كاملة فأنت تحصل على 30 حسنة. فهل ينبغي وهل يصح أن نفرط في هذه الحسنات الكثيرة، نفرط فيها بسهولة ونتهاون في تحصيلها؟ لا ينبغي ولا يصح. الأدب أو الحق الثاني عيادة المريض، فمن حق المسلم على أخيه أن يزوره متى؟ إذا مرض. لماذا؟ لماذا نزور المرضى؟ لأن في الزيارة فوائد عظيمة للمريض. انظروا، المريض سيستفيد والزائر للمريض سيستفيد أيضا، هناك فوائد عظيمة للمريض وأجرا عظيما للزائر. إنك إن زرت أخاك المريض ستحصل على أجر عظيم. فما فوائدها للمريض؟ تخفف عنه، عندما تزور أخاك المريض فإن زيارتك له تخفف عنه آلامه وتدخل السرور على قلبه. وأما أجرها وفضلها للزائر فإنه يحصل على أجر عظيم ممن؟ من الله سبحانه. على الزائر أن يراعي آداب زيارة المريض. زر المرضى لكن لا تطل في زيارتك، لا تطل في زيارتك إلا إذا طلب المريض منك أن تطيل الجلوس معه، ولتكن زيارتك نافعة حتى تحصل على أجرها. الأدب الثالث اتباع الجنائز، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يتبع جنازته إذا مات. فإذا مات أحد المسلمين ينبغي علينا أن نسير في جنازته، وأن نصلي على جنازته، وأن نتبعها حتى تدفن. حق عظيم يغفل عنه كثير من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان.
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. أجر عظيم، جبلان عظيمان، أجر من الله على مشيك في الجنازة واتباعك للجنازة وصلاتك على الجنازة وصبرك ومكوثك معها حتى تدفن، أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. الحق الرابع إجابة الدعوة، وهذا الحق كما يظهر هو أكثر الحقوق تنفيذا بين المسلمين، لأن الإنسان بطبيعة الحال يحب الطعام ويذهب إليه مهما كلفه. فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يجيب دعوته إذا دعاه إلى طعام، طعام، سواء أكانت الدعوة لوليمة عرس، ووليمة العرس هي الذبائح التي تذبح وقت العرس، أم عقيقة، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود وأصل العق الشق والقطع. وقيل للذبيحة التي تذبح عند ولادة المولود قيل لها عقيقة لأنه يشق حلقها، أي تذبح وتنحر ويؤكل لحمها، أم أي مناسبة أخرى، والهدف من ذلك أنك تشاركه في أفراحه كي تدخل السرور إلى قلبه فتزداد المحبة والألفة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، رواه البخاري. أما إذا كان في هذه الدعوة منكرات ومحرمات، يعني صديق لك أو قريب لك دعاك إلى وليمة عرسه لكن ستكون هناك منكرات ومحرمات، فهل يجب علي أن أذهب؟ لا، لا يجب علي أن أذهب. يحرم على المسلم أن يذهب إلى الدعوة التي تأكد أن بها منكرات ومحرمات، إلا إذا علم أنه سيتمكن من تغيير هذا المنكر، طبعا بالطرق الشرعية الهادئة التي لا تؤدي إلى منكر أكبر. أما إذا علم أنه عاجز عن التغيير وإزالة المنكر فإنه يحرم عليه أن يذهب إلى هذه الأماكن التي بها منكرات ومحرمات حتى ولو دعاك إليها أصحابها. فلا تتعلل وتقول إجابة الدعوة حق من حقوق أخي، لا يا أخي، يحرم عليك أن تذهب طالما أن هناك منكرات ومحرمات. بارك الله فيكم. الحق الخامس والأخير تشميت العاطس إذا عطس فحمد الله. انتبهوا جيدا، بعض الطلبة، بعض أبنائي، بعض المسلمين إذا عطس لا يقول الحمد لله، فهل يشمته من سمع عطاسه؟ لا، متى أشمته؟ إذا عطس ثم حمد الله. كيف أشمته؟ أقول له يرحمك الله، ثم يرد العاطس قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم، اللهم اهدنا وأصلح بالنا. إذن أبنائي وبناتي، ما الدروس المستفادة من حديث اليوم؟ أول درس، المسلم يؤدي حقوق أخيه المسلم،
هناك حقوق تجمع بيننا. الإسلام دين المحبة والتآلف بين المسلمين، وهذه هي صورة الإسلام الحقيقية، لا الصورة التي شوهها أعداء الدين. تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فينبغي علينا أن نتمسك بها وألا نستبدلها بتحية أخرى. المسلم يقف مع أخيه المسلم سواء في السراء أم الضراء. أبنائي وبناتي، سعدت بكم في هذا الدرس، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما تلقينا فيه من العلم النافع. وفي نهاية كلمتي، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.